نجيب مشكله بنجيبها للناس اللي لسه هتتجوز، مش يعني علاقات جديده. بنحلل الباشا 100 100 100، بس متحامله جدا اكن دلوقتي هو مش من حقه يطلب الحاجات دي. من حقه، بس هي ما بتتكلمش على المتجوزين. تبعد عن المشاكل دي خالص وتقول له اتفضل كل حاجه اهو. من حقه. يعني ايه من حقه؟ من حقه ازاي يعني؟ ومش مرتبط بيها، مش واثق فيها. لا واثق فيها هي إيه؟ بس تبعد عن المشكله دي خالص وتفضل كل لا حاجه. لا 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 لا، ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بس. يعني ايه من حقه؟ من هو حقه. هو ارتبط بست واثق فيها المفروض. ايوه خلاص، ايه المشكله بقى تقول له كل حاجه ايه؟ طب ليه عايز يشيك وراها ليه؟ عايز يراقبها ليه؟ عايز يخش يتفرج عليها ليه؟ هي تشتري تبخم الموضوع ده يعني كله ايه؟ وتفضل ليه؟ كل حاجه من غير ما يدخل. العلاقه الصحيه، العلاقه الصحيه ماشي، بس باعتدال يا شيخ حسن. ما باعتدال، انا ما قلتش لا، اشوف متحامله ايه قد ايه. لا دقيقه واحده، انت قلتي حاجه حلوه قوي، قلتي حاجة حلوة جدا دلوقتي، إن العلاقة الصحية مبنية على ثقة. على ثقة. مش الست الفلاحة قالت له كده؟ الصينية؟ أنتِ لازم معاكي الموضوع ده قوي. هي قالت لك كده، يبقى كلامها مش غلط. ولا بيس ست بتقولي إيه بقى كلامها مش غلط. مذاكرة وخلاص. بص أساس الحب الثقة أهو. ده أنا قلت بسم الله ما شاء الله ربنا كرمها وهديت. لا لا لا، بص بس بص، أنا ممكن من نفسي أبقى سايبة حاجتي كلها مفتوحة قدام حبيبي يعني وجوزي واللي أنا مرتبطة بيه، لكن لما يجي يعمل لي هو بوليس ويقول لي هاتي ده وشوفي ده وأنتِ بتعمل، لا طبعًا. لا مش بوليس يا أبو سينا، هو بحسن نية يا أبو سينا. يعني إيه بحسن نية؟ هو الراجل دلوقتي مرتبط بواحدة عايز تبقى تقول له كل حاجة عنها. إحنا ما بنتكلمش على السوي من غير ما يطلب حاجتها، هو لازم يبقى واثق. لو دخل الشقة كقلبه 1000000%. طب وليه تدخله الشقة؟ دقيقة واحدة، خليني أكمل كلامي. لو هو محتاج إن هو يبص في حاجتها ولو 1% أو مرة، يبقى ما يرتبطش بالست دي أحسن، لأن حياته هتبقى جحيم. الشك خلاص باظت، ملهوش لازمه. طب وهي بقى اما بتمسك التليفون وبتفليه وعايزه بصوره ده غلط، غلط برضه غلط. احنا اللي بنقوله غلط عليها. لا لا لا، براحتها يا جماعه، تعمل هي عايزاه. دي الست تعمل اللي هي اللي عايزاه طبعا. ما هي اصلا تبقى عيبه لو الراجل شك في الست، لكن لو الست شكت في الراجل، لو الست شكت في الراجل دي واحده. لو الست شكت في الراجل، الست شكت في الراجل ليه؟ لان ممكن يتجوز عليها، يعني هو ممكن يكون متجوز على سنه الله ورسوله جوازه ثانيه، لكن الراجل اللي يشك في الست دي تبقى عيبه. مش يشك يا بنتي، امال عايز حاجتها ليه؟ هي ارتبط بيها هي من غير ما يطلب هو اتفضل، وهو يقول لك اتفضل. لا لا، يطلعها احسن يوم ما يبقى عايز يراقبها. بس حاجه، احنا بنتكلم النهارده على الريد فلاج ده، واحد عنده مصيبه مرض الشك، مرض عنده مرض، لكن مش الانسان السوي الطبيعي لما بيقول لها وريني موبايلك. هو انتوا نسيتوا ان انا قايل لكم على الموضوع ده ولا ايه؟ صح، فاحنا بنوضحه بزياده، لكن مش قصدنا طبعا على الراجل اللي وحضرتك. لا انا متضايقه منك جدا والله العظيم. لا لا لا، في حاجه اسمها احنا الاثنين عندنا، انا اسف ما تزعليش. لا بص، في ثقه، في احترام في العلاقه، عندنا مساحتنا الخاصه، عندنا برايفسي، عندنا سبيس، ودي العلاقات المحترمه الناضجه المتحضره اللي المفروض تبقى في المجتمع اللي احنا بنطالب مش بيها. مختلفين. يوم ما تشك فيها قلته احسن، يوم ما تتحكم فيها قلته احسن. أنا ما قلتش يوم كل ما يطلع العلامات دي قلته احسن. انت بتتوهيني في الكلام ليه؟ انا ما قلتش يشك، انا قلت نبدا علاقه كواحده على نظيفه، عايز يراقب طلب عليهم بوسه. هو بوليس شرطي؟ مش شرطي يا بنتي، مش راجل ارتبط بيكي يراقبني؟ مش راقبك عشان يرتبط بيا عشان يراقبني؟ مين يراقبك؟ ما انت بتقولي ايه اللي جاب مراقبه؟ ما انت بتقولي دي احنا دلوقتي ارتبطنا ببعض وبيقولنا بسم الله الرحمن الرحيم وبدانا ايه الخطوات، كل واحد لازم يعرف التاني بصح، فيفتح يفتش بقى. مش يفتش، ربنا يسامحك يا ابو يوسف، انت السبب. الثقه اساس الحب يا جماعه. انا عايز